اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى. نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم جيتكم في واحد الحلقه باش نوجد معكم صواغي غاكلات اللي كتجي رائعه وكتصلح في هذا البرد وسهله. هاد صواغي غاكلات كتحتاج ضروري من هاد لاباراي باش ديروها، باش كتجمعوا بها العائله والحباب، ولا هكا نتوما وليداتكم كتجي زوينه وكدير واحد الدفا، يعني كتصلح في البرد. هي كتحطوها وضروري ما يكون عندكم هذا الفخوماج، هذا فخوماج غاكلات وبطاطا مسلوقه، هما الاساسيات ديال هذه الاكله. عاد كنوجد نحضروا معها اشياء اخرى اللي كنزينوا بها الطبله وكتعجبنا، يعني وكتجي زوينه. هاد صواغي غاكلات، هاد لابارا هادي راه كتباع في يعني في المراكز التجاريه الكبرى، وكتشريوها حتى من بيم حتى هو كتباع فيه، يعني كتباع يعني موجوده الحمد لله. دابا ولات موجوده، دخلت المغرب ولات موجوده، يعني فيما قلبتوا عليها راكم غادي تلقاوها. انا هنا كانوا عندي مجموعه العائله والحباب وقلت علاش لا ما نديروش هاد صواغي غاكلات ونبارطاجيها معكم، باش اللي ما دارهاش ينوض يديرها حيت كتجي زوينه وبنينه، وكلشي العائله وكلشي كما كتشوفوا راه العائله كلشي مجموع، كلشي الوليدات كيفرحوا بها الوليدات، وداك الشيء كل واحد شنو باغي شنو هذا، يعني كتحس بواحد بواحد الجو رائع ودافي في هاد الشتاء. هنايا غادي نبداو بالترميلات البروشيط، راه مرات خويا كفطات باش الشربل، قلت لها تكلفي انتيا بالبروشيط شرمليهم حيديهم وانا غنتكلف بحوايج اخرى. صافي هنايا غادي تبدا بالقطيبات ديال اللحم. انا درت هنا شويه، درت نص كيلو ديال القطيبات ديال اللحم ونص كيلو ديال القطيبات ديال الدجاج. هنا غادي نديروا المليحه، وانتوما غادي ديروا على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم في البيت، يعني كل واحد يدير على حسب عدد الاشخاص اللي كاينين. هنا غادي تزيد عليهم القزبور حبوب اللي كيكون مطحون. المهم غادي دير الشرميله ديال القطبان بلديين ديال اللحم، بقات كان بغيت ندير الشرميله بلديه. هنايا الكمون، البصيله، المعدنوس، معدنوس الى عندكم الطريقه من الاحسن، انا عندي في كان في الكونجيلاتور ماشي مشكل. صافي وهنا بصيله اللي كتكون مقطعه صغيره حتى هي وكتشرمل بها داك اللحم. اللحم ما عمركم ما ديروا له يعني تشرمل هذا البروشيط، عمركم ما ديروا فيها الزيت، على ودوش ملي كنديروا الزيت ما كنخليوش داك اللحم يشرب العطريه، خاصنا نديروا اللحم بلا زيت. راه حتى في النصيب وحتى في الطياب انا بالنسبه ليا عمري ما كندير نصبه فيها زيت في الاول، ملي كندير العطريه وداك الشيء كندير الماء، هو باش كتطلع الغليه وكيشد اللون وكتشرب لك اللحم اللي قامع، عاد باش كنديروا الزيت. صافي دابا بعد ما خلطت داك اللحم غادي تحطو جانبا وغندوز باش تشرمل القطيبات ديال الدجاج. هنا غادي دير لهم واحد المعلقه كبيره ديال ياغورت طبيعي، المليحه، عطيتها المرقه المفترض تحت الملحه الملحه كندوخها كنكونوا هكا مزروبين في الكوزينه وداك الشيء كل واحد اش كيدير، وهي راه ما مولفاش بالتصوير. المهم انا قلت لها عافاك انت شرملي وانا غادي وانت صوري. هنايا الابزار والمعدنوس، كنحط ليها كنشعلها الكاميرا وكنخليها هي تكلف. صافي وغادي تخلط داك القطيبات، القطيبات ديالنا بعد ما غادي تشرملو يعني بعد ما غنشرملوهم غادي تزيد فيهم واحد القطيره ديال الحامض. راكم عارفين القطبان ديال الدجاج كيبغي واحد القطيره ديال الحامض باش كيجيو فتيين، وكتعطيهم واحد البنه زوين كيفتيهم كيطرينا داك القطيبات. ضروري ما ديروا فيهم الحامض كيجيو زوينين، الا ما عندكمش الحامض غادي ديروا واحد النقيطه ديال الخل، يعني كل واحد على حسب اللي متوفر ليه في البيت. المهم جهد عصره ديال الحامض وصافي ماشي بزاف. ها نتوما صافي وغادي تخلط دوك القطيبات. دوك القطيبات بعد ما تشرملو درناهم في الديتيج وحطيناهم حتى بغينا نحطوهم ديك الساعه، هما ديما كيتداروا من قبل. هنا عندنا الفلافل كنقطعوهم كيبقاو اختياريين، انا درت فلفله خضراء فلفله صفراء. وهنا غادي نوجد واحد السلطه اللي غادي ندير فيها الكرو والفرماج ميني موتزاريلا، طوماط سوريز، عندي بيض السمان، كديروا فيها هذاك الشيء كامل اللي متوفر لكم واللي بغيتو نتوما ديروا، يعني اللي كتبغيو في السلطه. انا كتعجبني هكا سلطه متنوعه وكتجي هكا كتكون كريديتي، يعني كتكون ما طايباش، هي اللي كتعجبني. الخيار، الخس، المايس، وكل واحد كيدير على حساب السلطه اللي متوفره عليه. غادي توجد هنايا واحد الصوص باش غادي ديرها مع السلطه،
كدير لا موطارد كدير زويته بلديه المليحه الابزار شويه ديال العسل باش كيحلي لنا داك هذا وشويه الخل ضروري من الخل صافي والمعدنوس وكتخلط السلطه بديك لاصوص اللي كتجي رائعه بصراحه هاد الله هاد لاصوص هادي كتجي بنينه صافي وغادي نحطوها هنايا انا كنقسم الفرماج غاكليت ضروري من هاد الفرماج غاكليت الا ما عندكمش هذا راه ما يمكن لكمش ديروا هاد توجدوا هاد الصواري هادي الاساس ديالها هو هاد الفرماج والبطاطا مسلوقه اللي ما تكونش بيغي يعني تكون هي مسلوقه عاديه وما تكونش مسلوقه بزاف باش ما تتحلش ما كت هذا صافي هنا كنستفوا الفرماج كنستفوا داكشي كامل اللي عندنا كنوجدوه باش كنحطوا نيشان الطباسل راه دغيا كتوجد لكم هاد باش زوينه هاد السواغي غاكليت فاش كتبغيو ديروها يعني دغيا يعني كلشي كتحطوه خضر صافي حتى تجلسوا في الطبله عاد كتبداو تطيبوا وتتشويوا ديروا عليهم هاد الفرماج على البطاطا وهذا كيجي بنين كيجي واحد الدرائع الصراحه الله وهاد الفرماج كيجي بنين ضروري مهم هذا هو الاساس ديال هاد الصواري هذه هو هاد الفرماج هذا راه كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى يعني تبارك الله دابا راه موجود وهي اكله سويسريه معروفه زعما الصراحه الله كيديروها هما السويسريين هما اللي كيديروها والاوروبيين دابا ولاو حتى هما وحنا دخلت عندنا الثقافه هذه ايوا الحمد لله انسان حنا كنديروه باش نتجمعوا وكيكون واحد الجو زوين مع الوليدات هنايا درت الشامبينيون مقطع البصيله مقطعه رقيقه وجدت ديك البطيطه صغيره ديالي درت السلامي دو بوف ديال اللحم كيتباع حتى هو راكم عارفين موجود في المحلات التجاريه الكبرى صافي وصفت دوك البروشيت ديالي هانتوما كما كتشوفوا درت دي ميني بروشيت صغيورين صافي حطيت هادشي كامل وجدتو هنا حدايا وعاد غادي نحط كلشي نمشي نستفو في الطبله باش كيجيني ساهل كنوجد كلشي في الكوزينه عاد كنمشي نستف في الطبله ودغيا كتوجد يعني ما كتاخذش منها وقت كنتمنى ان الفيديو اليوم ان شاء الله يكون نال اعجابكم وتخليوا لي التعليقات ديالكم واللي مازال ما تابوناش يتابونا يشترك وشكرا لكم على التعليقات ديالكم اللي زوينين صافي انا حطيت كلشي ها هو استفتو في الطبله كما كتشوفوا لي سوسيس لي بروشيت دوك لي سباتول ديال الخشب كيكونوا باش ما كنديروهم في دوك المقيلات الصغار باش ما كيجردو ما كنديروش شي حاجه ديال الحديد ولا هذا هما اللي كنهزو بهم داك الفرماج والبطاطا صافي ها هما هنا بدا كيشويو بصيله كلشي الشامبينيون كلشي كيتشوى ايوا هذه هي الصواري ديالنا وهذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم والى الحلقه الجايه ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده وفكره جديده وشكرا لكم بزاف ومرحبا بكم مره اخرى في قناتكم.